الاستثمار ياخذ وقت، يعني التصليح وال، بس لازم الواحد ياخذ احتياطه، لان هذه يعني شغله الصيانه يبي يبدلون الماكينه. وزاره الكهرباء بدوله الكويت مو مقصر، احنا بقطعه 3 بالشاميه، بس انا احب يعني اشوف الخدمات، احنا دائما نحب الايجابيات، مو كلنا نتكلم على السلبيات. يعني هم الحين هم جزاهم الله خير اليوم الجمعه الموافق 17/0/1443 هجريه 24/9/2021 ميلاديه، دوله الكويت الحبيبه، وشادين حيلهم. ماكينه ثقيله هاي، شوفوا الكرين. بس احنا عشان لازم نقول الشيء الزين بعد، مو كله سلبيات. هاي اول تكلمنا عنهم للشر السلبيات، وقصوهم وهاي بقت يتيمه. يعني هي خدمات يبي لها ناس شقرديه، نساء ورجال. يعني في ناس الله حباهم حق شغله الخدمات، لازم انتم تبحثون عنهم. يعني اتذكر انا مو مدحن بالوالد، سيد يوسف رفاعي كان اسمه بلدي وزير، كانوا في ناس حرشين ومخلصين ما يمدون ايدهم على المال العام، ما شيء. انتم دوروا عليهم كل وقت وحين، سواء مجلس البلدي، لا تاخذكم الحميه والتعصب حق عائله، حق اشياء ثانيه، قبيله، طائفه، تيار، حتى لو كان، حتى لو مستقل مو زين ما نعطي. دوروا على الناس، المراه والرجل اللي يفيدون، اللي يطلع ابيض ويدش ابيض. الحين في محولات كانت كانوا مفكرين يسوونها تحت الارض بعد. في محولات. الحين اليوم ان شاء الله مع اخوك المهندس ناصر العازمي. والنعم الله. اليوم عندنا تبديل بشكل عام مع التيار. انت وين متخرج باشمهندس؟ انا متخرج من جامعه الاردن، جامعه البلقاء. وين؟ جامعه البلقاء بالاردن. لا. شنو التخصص؟ تخصصي هندسه مدنيه. اي فرع من العوازم الكرام؟ بريكان. اي والنعم الله. اكو البريكان بالرشايده، البريكات ولا البريكان؟ بس لا عوازم، عوازم. اي لا والنعم الله. كان مع الوالد اول ما سمى قلعتج مرضي اذينه وعلي الاذينه والبدعج وهذيلاك قلعتج الوسمي كانوا. والنعم فيكم، وان شاء الله بدنا. كان في فكره اول ما مجلس البلدي، اتذكر يوم ابن عمنا العم محمد سعيد محسن رفاعي كان وزير البلديه، بعد الوالد نصير المحولات تحت الارض. اي نعم. ان شاء الله يا رب يتم. ان شاء الله عن قريب ان شاء الله نخلص ان شاء الله. اي أيوة والله. الحين اعتبر هذا شيء مؤقت. لين ما يتم تجهيز المحولات التي. والله انتم تداوم داومين يوم الجمعه اوفر تايم؟ لا لا مو اوفر تايم. لا. انا داوم شفتات. دوامي هذا. وفقكم الله ووفقكم الله. يا رب عمار دولة الكويت ان شاء الله والى الامام. وهاي منطقة الشامية، وهاي ديوان الرفاعية، سكون، لأن كراونة خلى الناس ينامون بكر. بس السيفتي أهم شيء باشمهندس، السيفتي. أكيد. أنا اليوم احنا إذا في نظام ليل يعتبر ما نلبس سيفتي. صح. إذا النهار نشتغل بيدين، الليل في مناوبين، العمال هم مناوبين. إيه. بعد العشر هم ينوبون على كل شيء، بس النهار احنا كل النهار. لان خطر المكان، عندك مره من المطار واحده ماكينه طاحت وتعوروا ناس. لا خطر، عندك التيار عندك خطر قوي. إيه عندك الكيابل الارضيه خطر. شوف الكيبل داخل، تقدر تدخل الحين، تبي تشوف الحين؟ لا لا خلنا من بعيد، بس انا مرات الاحظ ان هاي المكاين يركبونها في المناطق اللي تنقطع فيها الكهرباء، ومرات تجربه. ليش؟ اليوم صاير في ضغط في منطقه الشاميه، عشان كذي صارت بيوت، صارت بيوت جديده وايد. الله وفقكم الله. الوالد كان عنده مريدين بالاردن بجبيهه، سيد يوسف عمان. لا كان هو وزير ونائب شيخ طريق الغرب. ما شاء الله تبارك. شلون اهل الاردن؟ كلهم طيبين. الحمد لله. الحمد لله. الله يوفقهم دوله وملكهم الملك عبد الله الهاشمي وامين الشفاعه ورحمه الله وعلى ان شاء الله. موفقين موفقين ان شاء الله. شرفنا فيك يا عم. شكرا. الله هذا العمار ان شاء الله مثل ما يقولون الحين احنا داشين على الليشتة، بعد تخف الاستهلاك. لا تخف فيه. اي والله. شكرا. بين قطعة 3 و6، الواحد لازم ياخذ حذره.
حتى السياره لازم يكون وراها يعني ستيكر قوي عشان احد يفيش فيها لا سمح الله. في شباب ما يركزوا وتركزوا على هذيل الحقائق المكسرين. ما تخلونهم عشان اللي يمشي يروح ويجي ما يتعور لا سمح الله. واحد مو منتبه تقريبا. يا رب ان فيديوهاتنا تكون مفيده وما تكون يعني ما نبي احنا التصيد، نبي المنفعه والمصلحه العامه. وشكرا.